وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وتنبهوا لهذا، آخر الزمان يكثر موت الفجأة، فأنت في عافية وفي قوة وفي شباب ثم تموت فجأة، إما بحادث سيارة، إما بسكتة قلبية، إما في أي سبب مفاجئ. وما أكثر هذا وأنتم تشاهدون هذا وتسمعونه. فعلينا أن نكثر من التوبة والاستغفار، ولا ننسى الدار الآخرة، ولا ننسى الموت، ولا ننسى الحساب. ثم في يوم القيامة موازين، موازين توزن فيها الأعمال، فمن ثقلت موازينه يعني بالحسنات فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه رجحت سيئاته بحسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأولئك الذين خسروا أنفسهم، ما خسروا أموالهم، خسروا أنفسهم، جزاؤهم في جهنم، جهنم يوم يومين، لا، خالدون، خالدون أبد الآباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.